ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من مدينة صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب. مرحبا بك أستاذ حسان. إذا كيف تقرأ اعتقال نظام الإيراني ناشطين في البيئة بتهم قد تفضي إلى الإعدام؟ ألو، تسمعنا أستاذ حسان؟ ستعيد السؤال، هذا السؤال. نعم، كيف تقرأ إقدام النظام الإيراني على اعتقال ناشطين في البيئة وذلك بتهم قد تفضي إلى الإعدام؟ يحاول النظام الإيراني إرهاب الناشطين سواء في الشأن البيئي أو الشأن الاقتصادي أو الشأن السياسي. الأسلوب الوحيد الذي يتبعه الآن النظام الإيراني لضبط الاستقرار في داخل إيران هو بمزيد من القمع، بمزيد من الاعتقالات، ومزيد من ترهيب المواطنين حتى لا يثور البعض على الوضع الاقتصادي السيء الذي تعاني منه إيران ونتيجة العقوبات الأمريكية والدولية التي تعاني منها منذ فترة والتي من المتوقع أن ترتفع وتيرتها مطلع الشهر المقبل. فالاعتقالات هدفها الضغط وترهيب المواطنين، وإيران لا تعترف بازدواجية الجنسية، فمعظم المعتقلين يكونون يحملون جنسية مزدوجة، فمن حيث إما كندي وإما بريطاني وإما أمريكي، لدرجة أن بريطانيا حذرت الرعايا البريطانيين الذين يحملون جنسية مزدوجة من الذهاب إلى إيران لأنهم قد يتعرضون للاعتقال والتعذيب ومن الصعوبة معالجة مشاكلهم. إلى أي مدى ترى أن النظام بدأ يفقد سيطرته على زمام الأمور في إيران وبدأ يعني يترنح؟ الاستقرار الاقتصادي هو المدخل للاستقرار السياسي وبالتالي بقاء النظام على حاله. الوضع في إيران الآن يعاني من وضع اقتصادي سيء حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100%، ومع عدم استقرار الوضع المالي والاقتصادي أصبح النظام السياسي في حالة اهتزاز. فقد المواطن الإيراني الثقة بهذا النظام الذي لا يستطيع أن يؤمن له حاجياته ولا يستطيع أن يضمن له استقراره المعيشي والاجتماعي، وبالتالي أصبح النظام السياسي موضع إعادة نظر من قبل المواطنين الإيرانيين. النظام الإيراني لا يريد أن يعترف بأن سياساته الخارجية هي سبب أزماته الاقتصادية، فيقوم بتغيير الوزراء، وزير اقتصاد، وزير مال، وزير شؤون مالية، شؤون اجتماعية. هذا التغيير لا ينفع لأن المشكلة هي في سياسة إيران الخارجية التي تؤدي إلى مزيد من الأزمات في الداخل نتيجة السياسة الخاطئة التي تتبعها في الخارج إيران وما تتعرض له من عقوبات وضغوطات خارجية نتيجة سياساتها. فالمواطن الإيراني يدفع ثمن السياسات الخاطئة التي ترتكبها الحكومة الإيرانية أو النظام الإيراني. أحد الأكاديميين الإيرانيين في مجال الاقتصاد قال إن الفقراء والمهمشين سيطيحون بالنظام إن تمردوا. إلى أي مدى ترى أن الأوضاع في إيران باتت على شفا الانفجار؟ عام 1979 عندما ثار الشعب الإيراني على شاه إيران كانت الأسباب مشابهة تقريبا للوضع الإيراني الحالي. الفقر متفشي، الفساد متفشي، والأمن يشدد قبضته على المواطنين الإيرانيين. فثار الشعب الإيراني ورفع الخميني شعار الخلاص للشعب الإيراني والتف الشعب الإيراني حوله طمعا في أن يتخلص من شاه إيران ومن ظلم شاه إيران وفي حياة رغيدة وسعيدة أكثر. الآن عاد الشعب الإيراني إلى المربع نفسه حيث يعيش نفس الأزمات، وبالتالي المشهد قد يتكرر بثورة شعبية تطيح بهذا النظام وتعيد إلى الإيرانيين مزيد من الحريات وسياسات خارجية وداخلية أكثر عدالة واستقرارا لإعادة إنتاج الواقع الإيراني على أسس أكثر موضوعية. طيب كيف ترى حال النظام الآن وكيف سيتصرف مع اقتراب تنفيذ العقوبات الأمريكية مع مطالبة أعضاء في الكونغرس بتجديد هذه العقوبات؟ النظام الإيراني يحاول الالتفاف على العقوبات كعادته، بيع النفط من خلال سفن معينة، محاولة إنشاء مؤسسات مصرفية لتمويل النظام الإيراني بالعملة الصعبة. هذه الأمور قد تنفع مع تنظيم، مع مؤسسة، مع شركات، لكن ليس مع نظام، مع دولة عليها أن ترعى شؤون 80 مليون مواطنا. هذه الدولة بحاجة إلى علاقات مالية وتجارية مستقرة واضحة. لا تستطيع أن تقوم بتمويل حاجات شعب عبر تهريب بعض النفط أو
يعني إنشاء بعض المؤسسات المالية التي تقوم بتهريب العملات الصعبة إلى داخلها. هذه المعالجة هي معالجة تنم عن قصر نظر، عن عدم فهم للواقع الاجتماعي والواقع المالي الدولي. إضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة ومن خلال بعض التصريحات التي صدرت تطالب بفصل إيران عن النظام المالي الدولي ما يطلق عليه سويفت، وبالتالي عزل إيران ماليا كليا. ومحاولة بعض الدول الاتصال مع الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد بعض النفط أو بالأحرى إبقاء التبادل التجاري قائما قد ينفع إيران بشكل جزئي، ولكن لا يمكن أن يؤدي هذا التعامل إلى إعادة إنتاج وضع اقتصادي مستقر في إيران، وبالتالي إيران سوف تعاني بمزيد من فقدان المواد الغذائية ومزيد من نقص في العملة الصعبة التي تؤهلها لاستيراد الحاجات، وبالتالي تأمين حاجيات الشعب الإيراني المطلوبة له بالكامل. في سؤال أخير سيد حسان، ربما هناك بعض الإجراءات التي تتخذها يعني السلطات في إيران، هل تعتقد مثلا تعيين وزراء في المجموعة الاقتصادية يمكن أن ينقذ النظام من مصيره المتوقع؟ كما ذكرت، المشكلة هي في السياسات الخارجية الخاطئة. تغيير الوزراء لا ينفع، لأن المشكلة هي في السياسة الخاطئة. تغيير الوزراء هدفه إفهام الشعب أو إعطاه بعض الثقة بأن هناك معالجة وأن هناك متابعة وأن المقصرين يحاسبون وأن الوزير الفاشل يتم عزله. لكن إيران تعاني من مشكلة مع في علاقاتها الخارجية، هي تعاقب نتيجة سياساتها الخارجية ونتيجة إنفاقها المال على حروب وتمويل أدوات في خارج إيران، وبالتالي المال الإيراني يتم هدره خارج إيران نعم. من دعم لميليشيات ودعم نعم. مؤسسات لا تعود بالنفع على الشعب الإيراني وتغطية حاجاته وتأمين مستلزماته. فلذلك التغيير هذا الوزاري لا ينفع شيء في معالجة الأزمة الإيرانية الداخلية. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من صيدا، مدير مركز لبنان للأبحاث والاستشارات سيد حسان القطب.